هنا أمام وشاحة الملائكة تتألق قوافل الفرح المسافرة إلى دنيا العطاء. هنا في عينيه بلسم الحياة وأناقة الخير وحروف الإنسانية. طبيب إنساني له في العلم 1000 كتاب وكتاب. البروفيسور أحمد إبراهيم يفتح كتاب الأمل ويتلو حكاية النجاح، يتحدث عن الطب والثقافة والنجاح والإبداع، يبعث برسالة أمل إلى كل المتألمين، يضيء من عن قبس عينيه دروب الباحثين عن الحياة. نقي العظم اللي بنزرعه هو أول شيء منه النخاع العظمي بسموه، منه النخاع الشوكي. كتير عالم بيفكرون النخاع الشوكي، النخاع الشوكي موجود بالفقرات وهو بيطلع منه الأعصاب، ما بنزرعه. النخاع العظمي هو خلية نقي العظم، هو الموجودة بالخلايا بالعظم، هي الخلية الأم المادر سيلز، خلية المنشأ الموجودة بالعظام تبع الجسم، معظم عظام الجسم. هيدي الخلية اللي بنزرعها بتولد الدم، يعني الكريات البيض، الكريات الحمر والصفائح، بتولد جهاز المناعة عند الإنسان، وبتولد كمان خلايا الأنسجة تبع الجسم. ومهم كتير هالخلية هاي اللي بتتكاثر مليارات تاعت الخلايا وبتعيش دايما تتكاثر وبتمشي بمنحة معين لإنتاج خلايا الجسم. هيدي هي اللي بنزرعها، اللي موجودة مثل ما قلت بالعظام، ما النخاع الشوكي بالعمود الفقري. هيدي يعني بلشت عمليات الزرع من 50 سنة وتطورت كتير، وآخر 30 سنة عرفت تطورات كتير كتير متقدمة ساهمت بإنجاح الاستراتيجية العلاجية لزرع نقي العظم. الخلية صرنا بنعرف لها منيح، بنعرف كيف بنسحبها، بنعرف كيف خصائصها، وبنعرف كيف نزرعها، وبنعرف كيف نشتغل عليها لحتى مثل ما بيقولوا نظبط لها مسارها لتظبيط بعض الأنسجة لعلاج بعض القصور بالأنسجة، وأكيد لعلاج الأورام والأمراض، أمراض الدم والأورام بدهم زرع نقي العظم. المحلات اللي بنستخدم، المحلات اللي نجيب منها الخلية الجذعية للزرع هي حبل السرة، هي الكورد بلاد. كمان هيدا ممكن يكون مخزن لحتى نستخدمه لعملية زرع نقي العظم، لأنه بقلبه فيه خلايا هي بتشبه كتير وقريبة كتير، وخلايا نقي العظم كمان، فهي بسموه كورد بلاد ترانسبلانت. فهيدي أنواع من المتبرع من نفس المريض، يعني عم ناخد له خلايا للمريض، عم نجمدهم وبنرجع منمرقهم. بناخد الخلايا معظم الأحيان من الدم، ما من نقي العظم، بقول لك كيف بنسحبها. الخلايا اللي بناخدهم بنجمدهم بالزرع الذاتي، لأنه بس يوصل وقت الزرع عم نعطي للمريض علاج مكثف، عم يقضي على خلايا الدم وعلى المرض. يقضي على المرض شيء منيح، على خلايا الدم لا، نكون أخذناهم من قبل نقي العظم، نعطيه للمريض كسبورت، كمحفز ليفرخوا بعدين وليخففوا مضاعفات عمليات الزرع الذاتي. عملية الزرع الذاتي خلية اللي بنزرعها هي سبورت، هي لتخفف مضاعفات العلاج الأول اللي عم ياخده المريض. العملية المتبرع الزرع بذاته كمان علاج، لأنه عم يجيب خلية جديدة فيها مناعة قوية وفيها شغل جديد ونظيف، هو عم بيساهم بإنجاح عملية الزرع وبالعلاج حتى نعمل عملية زرع لإنجاح الزرع. القصة بدها بشر وحجر وعلم وخبرة وتقنية، وكمان بدها مين يغطيها لهالعمليات، يعني إدارة مالية متكاملة لتقدر العالم تتحكم. نبلش بالحجر، البشر أهم، بس نبلش بالحجر. يعني البنية التحتية، بدك بنية تحتية منيحة. البنية التحتية المنيحة هي لتعملي مشروع أو تعملي برنامج زرع نقي العظم، بدك وحدة زرع النقي اللي هي فيها غرف معقمة. الغرف المعقمة يعني الهواء بيتغير كتير، ولأنه
المريض بيكون مناعته واطية لفترة معينة في معرض لالتهابات، فبده يكون الهواء نقي. وفي تقنيات بغرف معقمة بتخلي الهواء يكون دائما نقي، ولهيك نحن بنمنع بنخفف الزيارات حتى ما يصير في نقل للعدوى، نقل للإنتانيات والالتهابات، لأنه معرض هالمريض للالتهابات. هيدي الوحدة زرع نقي العظم فيها الغرف المعقمة، بس فيها كمان نفس تقنية العلاج بالعيان المركزة، لأنه هيدي عناية مركزة لأمراض الدم، لأنه المريض ممكن يعمل مضاعفات بأي لحظة، فالمريض مراقب من داخل غرفته ومن خارج غرفته، مونيتورد يعني مراقب لكل ضغطه، لقلبه، لحرارته، مراقب الأدوية اللي بياخدها بأجهزة كتير دقيقة حتى تقدر توصل بالوقت المناسب بالكمية المناسبة بالسرعة المناسبة. فلهيك وحدة زرع نقي العظم هي وحدة عناية مركزة لأمراض الدم والأورام اللي هي applicable فيها الابليكيشن فيها زرع نقي العظم، يعني بتنطبق على زرع نقي العظم. هيدي اول شيء بالنسبه للستراكشر للبنيه التحتيه. بعدين لازم يكون في بنك دم منيح. البنك الدم منيح حتى يعطينا دم منقى مصفى عليه اشعه حتى يقدر يتحمله المريض وما يعمل له مضاعفات، ويكون في تواصل بين هالوحدتين. بعدين الوحده الثالثه المهمه هي وحده المختبرات. وحده المختبرات اللي تعمل ما فحوصات الروتينيه فقط، انه السكري وفحص الدم وما ادري شو، هودي ما كان بينعملوا، لازم تقدر هالمختبرات تعمل الجينات الموليكولر، يعني تعمل الجزيئات، تدرس الجزيئات، تدرس تطابق الانسجه، تدرس الفيروسات على بادق قياساتها بطريقه ريجولر، بطريقه دائما دوريه، لانه المريض ممكن يتعرض لالتهابات وبدنا نفتش اوقات ونتفادى الالتهابات بالتفتيش على الميكروب قبل ما يبين عوارضه لبعض الفيروسات ولبعض الميكروبات. فلهيك لازم تكون متطوره هالمختبر. والانسجه، فحص الانسجه وتطابق الانسجه مهم كثير، بسموه الاتش ال اي تايبنج. بعدين في وحده الاشعه النوويه، لانه بالزرع بالعلاج المكثف نعطي اشعه نوويه اوقات على الجسم، بسموها بلبنان عملوا جلسات كهرباء او ما بعرف نوع من نوع، يعني اشعه نوويه، جلسات اشعه نوويه لحتى تنعطى للمريض للقضاء على المرض ويتحمل المريض زرع نقي العظم المتبرع. بعدين في وحده مهمه هي التوأم بالشغل مع وحده نقي العظم، هي وحده هندسه الخلايا الجذعيه او السلولر ثيرابي يونت اللي نحن هلا قاعدين فيها، اللي هي وظيفتها تعطينا الخلايا، تسحب الخلايا، تهندس الخلايا قبل ما نعطي الخلايا. يعني في مختبرات بقلبها لحتى لتنقي الخلايا، لتجمد الخلايا اذا بدنا نجمدها، لحتى نقدر نجزئ اللي بدنا اياه من الخلايا او ناخذ نوع الخلايا اللي بناسبنا، لانه اوقات بناخذ نقي العظم، اوقات بناخذ الخلايا اللمفاويه فقط، اوقات بناخذهم مع بعضهم اثنين، اوقات بناخذ الخلايا اللي بتعمل طب تجدد، اللي بتطب التجدد اللي بتعمل الانسجه بسموها ميزانكيمال سيلز. يعني في طرق لتنقيه الخلايا اللي بدنا اياها بهالوحده، وفي بقلبها كمان فينا نجمد الخلايا وحده التجميد، وكمان للكورد بلاد لنجمد الحبل السري اللي سحبناه. وهيدي مهمه كثير، جزء لا يتجزا من برنامج زرع نقي العظم. وبعد، أيها الملاك المتألق في عيون المتفائلين، هنا عيناك تحرس أفاق الحياة والمدى قمح وفرح، هنا يداك الدواء والبلسم ترسم خارطة الأمان، في ثقافتك دروس بناء الشخصية وهندسة الحياة، ما أن بلك طبيبا تعبر بالحياة إلى حيث الشمس وحدود الأمل، دمت الساهر على أناقة الحياة ودروب الخير، دامت رسالتك تكتب حكاية الشفاء وثقافة الأمل.